السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتفرجوا في الفيديو، هذا الفيديو الاخوه غادي نشوفوا مجموعه من الصحف البلجيكيه اللي دوات على البيت ديال حكيم زياش، وكذلك عبروا على الخوف ديالهم من هذا اللاعب، وكذلك المخاوف ديالهم من المنتخب الوطني المغربي. بلا ما نطولوا الاخوان، دخلوا دريكت في التفاصيل. هذا الفيديو الاخوان جبت لكم جوج الصحف مشهوره، الاول صفحه اللي هي ار تي بي اف سبورت، والصفحه الثانيه اللي هي دي اش لي سبورت. نبداو الاخوان بالصحيفه الاولى اللي قال هذه الهضره هذه: المغرب خصم الشياطين في المجموعة السادسة بكأس العالم، سيأخذ اتجاه قطر وكأس العالم بثقة تامة. في الواقع فاز أسود الأطلس بسهولة بالفرص الأخيرة من الاستعدادات قبل كأس العالم بالفوز على جورجيا 3-0 يوم الخميس في الشارقة الإمارات العربية المتحدة. وهنا في ندوي على الحكيم زياش بحيث قالوا: ومنها هدف رائع من حكيم زياش من نصف الملعب. أما الصحيفة الثانية اللي هي دي اش لي سبورت بلوس قالت: أشهر لاعب خط وسط مهاجم لتشيلسي مرة أخرى كل صفاته خلال المباراة التحضيرية ضد جورجيا. هنا سمعوا مزيان اش قالت الإخوان: أثناء استعادة الكرة بالقرب من الدائرة المركزية لم يطرح حكيم زياش أي أسئلة، كرة طائرة لم تترك أي فرصة لحارس المرمى المنافس لتسجيل هدف ثاني للمنتخب المغربي، آملا ألا ينتج مثل هذه الضربة ضد شياطيننا. ما شفتوا الإخوان هنايا الجمهور صراحة ديال بلجيكا ولا متيقن من أن المغرب راه ماشي ساهل، وكذلك كرواتيا خاصهم يتأكدوا من هاد العيب هادي. نتمنوا كل خير للإخوان المنتخب الوطني المغربي، وإن شاء الله يرجعوا بأفضل نتيجة من المونديال القطري وتسجل هادشي في التاريخ ديال المنتخبات الإفريقية وكذلك العرب. هذا ما كان الإخوان، تشوفوا فيديو جديد إن شاء الله في أمان الله.